هذا تكرر السؤال عن حجز المكان في المسجد. حجز المكان للإنسان اللي في المسجد جالس وذهب لحاجة ويرجع سريعا، حاجة عارضة ويرجع سريعا، لا بأس إنه يحجز. أما الإنسان اللي يحجز ويروح لأشغاله ولأعماله أو يروح ينام ثم إذا جاء يأخذ المكان، لا يجوز هذا. المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، إنما يباح الحجز لمن كان في المسجد ولكن عرض له حاجة راح يتوضأ ويرجع، أو حاجة سريعة ويرجع، من قام من مكانه ثم رجع سريعا إليه فهو أحق به. نعم، لأنه في حكم الجالس.